نوفل الأغيضون، أنت بيتي الثاني، اشتقت لك كثيرا، حبي لك أكبر من هذه السماء. فيك أدرس، فيك أكبر، وفيك ألعب، لن أنسى فضلك علي أبدا، من علمني حرفا صرت له عبدا. فاللهم بارك في مؤسستي وفي معلماتي يا رب العالمين. السلام عليكم معلماتي الفاضلات سمية أطر بمؤسسة نوفل أوريزون، أشكركم على جميع مجهوداتكم التي تقومون بها من أجلنا ضمان نجاحنا. اسمي لزرزري فوز أفلط، فوز أفلطون الثاني. السلام عليكم، اسمي عبد الإله صبابطي. أنا كذا صبابطي. شكرا لكل معلم ومعلمتي كانت مخلصة في عملها، شكرا لكم يا من أضأتم القناديل العلم والعطاء، مني لكم كل التقدير والحب على مجهوداتكم الجبار. لقد أعطيتم وقدمتم ولم تنتظروا البديل، بل علمتمونا لكي نسمو للأعلى ونرى مستقبلنا ينتظرنا وعلى وجهه ابتسامة. صدق من قال كاد المعلم أن يكون رسولا. شكرا لكم. شكرا لجميع الأساتذة والطاقم التربوي الذي ظهروا على تعليمنا خلال هذه الفترة الصعبة، وأهنئهم على نجاحهم في تدريسنا عن بعد، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا أدمة محمد، جئت في هذا الفيديو لكي أقدم جزيل الشكر لجميع أطر مؤسسة نوفل أوريزون التي صارت من أجلي ومن أجلك لإنجاح عملية التعليم عن بعد. السلام عليكم معلمتي، أنا أحمد، أشكر أساتذتي ومؤسسة نوفل أوريزون عن قراءة عن بعد، وأشكر أستاذ حنان وأستاذ مونيا وأستاذ إيمان، وكل يوم أحس أنني داخل القسم، وأشكر وأطلب الله أن يرفع علينا هذا الوباء عن قريب. السلام عليكم، اسمي عبد الحميد ويتار، سميت بمؤسسة نوفيرولو، معلمات جميلات، لكم كامل احترامي وتقديراتي على مجهوداتكم الجبارة شجاعنا رغم الحجر الصحي، أرجو الله أن يصلح أحوالكم وأحوال ذرياتكم، ونرجو الله أن يرفع عنا هذا الوباء، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي ريم المحي، أدرس في السنة الخامسة ابتدائي الفوج فيكتور هيغو. أشكر جميع الأساتذة والأستاذات الذين دعمونا في فترة الحجر الصحي، أشكرهم على مجهوداتهم الجبارة وعلى فهمهم الجيد، وأشكرهم على جميع المبادرات والتعب الذي تعبوا معنا، وأشكرهم على الفيديوهات التي يرسلون لها لنا فيها الشرح وتمارين إضافية، أشكرهم كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتقدم بالشكر الخاص لمؤسسة نوفل أوريزون والأساتذة والأستاذات الذين لم يبخلوا علينا بمجهودهم ومثابرتهم لإنجاح هذا التعلم عن بعد، وأيضا نشكر آباء وأولياء التلاميذ لمساهمتهم أيضا في إنجاح هذا التعلم، وأتمنى أن يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ونلتقي قريبا إن شاء الله. مع تحيات أمل هوشمت الفوج بن سينا المستوى الخامس. أصدقائي الأعزاء، أنا أمي قرقاش المستوى الرابع، أود التطرق لموضوع مهم يهمنا جميعا، هو التعليم عن بعد الذي مررنا به مؤخرا بسبب جائحة فيروس كورونا. وأهم شيء يا أحبتي هو ونحن متفقون جميعا عليه، هو أن نشكر الطاقم الإداري في المدرسة على كل المجهودات التي بادلوها من أجل سيرورة الدراسة، وكل المعلمين والمعلمات الذين بادلوا كل وسعهم لمنحنا الطاقة والاستمرارية، ونكن لهم كل الاحترام والتقدير. والطرف الثالث في هذه التجربة
هم آباؤنا وأمهاتنا، ونشكرهم لكل ما بذلوه من أجلنا. وأود الآن أن تشارككم أمي الرأي في هذه الفترة التي مررنا بها. أشكرك حبيبتي على إشراكك رأيي في موضوعك هذا. صراحة الكل لم يكن مستعد لخوض التجربة، ولكن بصراحة وبصدق تام الكل بذل كل ما بوسعه رغم الكثير من التحديات المادية والمعنوية وغياب الموارد اللازمة لخوضها. ولكن رغم أن هذه التجربة لها بعض السلبيات، لها إيجابيات عدة، من بينها أن أنا أشجع في رأي المغرب على تطويرها، خاصة يا بنيتي بالنسبة للطلاب في التعليم العالي لصعوبة ولوجهم للأقسام نظرا لظروف عدة. وأشكر من جهتي كل الطاقم، وأود أن أقول لهم شكرا 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 جزيلا لأنهم ساندوا أطفالنا طيلة هذه المدة، وأشكرهم جزيل الشكر. وأنا أيضا أشكر كل المعلمات والمعلمين على تفاؤلهم طيلة هذه الفترة، وأشد على أيديهم بقوة، وفعلا كاد المعلم أن يكون رسولا. وشكرا لكل مجهودات كل الأساتذة في مدرسة نوفيل أوريزون، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك مدرستي ومعلماتي على مجهوداتكم، وأشكر أمي وأبي على مساعدتي في الدراسة عن بعد. ومع تحياتي مريم الهوشم فوج خوارزمي مستوى الثاني ابتدائي مدرسة نوفيل أوريزون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قلب أم إلى نوفيل أوريزون أتوجه إلى من أعطى وأجزل بعطائه، وإلى من روت ثمار العلم بصبره، وإلى من ضحى بوقته وجهده. شكرا لمن أضاء قناديل العلم في قلوب أطفالنا، شكرا لرمز التضحية والعطاء، شكرا لمربي الأجيال، فقمتم ولا زلتم تقومون في ظل هذا الحجر بالرغم من الإكراهات، ولكن وفيتم وكنتم عند حسن الظن. بلغوا تحياتي لكل من أسهم وتفضل، ولكم مني أزكى التقدير والاحترام. أنا رياض بهماني تلميذ بالسنة الثانية من مدرسة نوفيل أوريزون. أود أن أقول لمدرسي في هذا الحجر الصحي إنكم قدمتم بقدر ما تستطيعون، وأن أتممتم رسائلكم على أتم وجه. نشكركم بكل ما بذلتموه من جهود طوال هذا الحجر الصحي. اجعله ربي في موازين حسناتكم، فهذه كلمة شكر في حقكم. شكرا لكم.